جاهز يا ريمون؟ انا معلم جاهز. معلم انت بدنا نتقاسم المصاري يلي سرقناهم. قريبا جدا يا ريمون، قريبا جدا، بس بالاول بدك تنفذ المهمة اللي اتفقنا عليها، ولما بترجع لنا بالسلامة بنقسم المصريات. اوكي، شو هي المهمة؟ بدك تطلع بطيارتك وتروح صوب سكنة العدو، بعدين بدك تنزل بسرعة على مكاتب الضباط وتفجر حالك انت والطيارة فيهم. جاهز؟ جاهز. بس لا تعلم، بس ارجع اياد ثم اياد ما تكون مجهز لي حصتي من المصاري. اعوذ بالله. لا، انت روح فجر حالك وما عليك. اوكي. يحش. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من كوميكاز. بفقرة كوميستان صرنا مدة بنسمع الشباب عم يحكوا عن الأمثال الشعبية المشهورة، بس بكوميكاز رح تتعدل شوي تتصير. مثلا إذا حبيبك عسل ما تقربع قفير النحل، ما تقول فول، الفول بيعمل وجع بطن، واللي بيته من قزاز ما بيغير تيابه بالصالون، بيتفرجوا عليه الجيران. ما رح طول عليكم واتعدى على اصحاب المهنه، لانه المثل بيقول اعطيه ستاند اب للكوميدي لانه احلى نصه، ورح استدعي الكوميكازيين فادي شربل وانطوانيت عقيقي. اهلا بونسوار. بونسوار. بونسوار فادي، بونسوار انطوانيت. من مين مألفين فرقكم وشو اساميهم؟ انا ايه تفضل. فريق مألف من الكوميكازي الحريف ريمو صليبا. بونسوار ابو الريف. رجالي. عيب ولو. وتاني حدا هو الكوميكاز جوزيف ازرق. أهلا جوزيف. شو اسم فريقنا؟ ونحن اسم فريقنا سنافر. ليه أنطوانيت سنافر؟ مش واضح ليه؟ ريمو لابس أزرق وجوزيف عائلته أزرق. وأنت سنفور. وأنا سنفورة. أنا معي بفريقي يا جماعة فادي سنفور كمان. أنا سنفور؟ سنفور مصفر اليوم. أنا معي انت صفور بصفران. انا معي بفريق الكوميكاز شربل سمعان. اهلا شربل. وفي معي كمان الكوميكاز توني كيروز. واو. اهلا توني. يا اهلا بتوني. يا اهلا. تفضل. هاي توني. وسمينا فريقنا فريق الضفادع. منيح الضفادع، لا بأس. قد ما بنقوا، بس على كل حال يا ريمو عم بيقول لي على باله ضفادع مع توم وحامض اليوم. الله يستر. إلا العشا يا ريمو. بس ليك ريمو، رح تاكل ضفادع بس قطعة وحدة من الضفدع. أنا رح أعطيك إياها. هي ما بتتاكل يا فادي. هيدي اللي لابس عوزة بالخامس. طلع فادي شرشبيل. ايه شرشبيل. اما ضيف فكرة كوميستار الليلة فهو الفنان الاصيل نقول القصة. قبل ما نبلش بالكوميستانت كل واحد منكم يختار على السريع شخص لفريقه المساند. بنشوف الصور على الشاشة ورح ابدا معك يا انطوانيت. انا بنقي مازن. مازن. فادي. انا بدي اخذ رنا. رنا. ريمو. انا فالنتينو. هي فالنتينا. 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 توني. انا بدي جائر. وليد. وليد. جوزيف. انا رح اخذ ساندي. ساندي. بطل غير. شربل. محتار بعتقد. محتار. عم تفكر فيها. محتار. بدك نعطيك شوية وقت تفكر. ياخذ اني. اني. اوكي. بدي ادعي الفريقين المساندين يتفضلوا على المسرح.
أهلا وسهلا فيكم. صرتوا تعرفوا كلكم أنه بمجرد وصولكم حطينا برصيد كل فريق منكم مبلغ بقيمة $3,000. جاهزين شباب وصبايا؟ جاهزين. مع مين رح نبلش؟ معنا نحن. انت يا ضفدع ما تحكي. معنا نحن. انت لا نحن نبلش هالمره، نحن الضفادع بدها تبلش. يا شباب دائما بتتخانقوا مين رح يبلش بالاول؟ اول ضفدع بدنا نقدم لكم اياها هو الاستاذ الضفدع توني كلوز. بونسوار. مساء الخير، بونسوار بونسوار. اليوم موضوعنا رح يكون على الفوتبول وخصيصة الفوتبول بلبنان. الفوتبول بلبنان بختصره بكلمتين بقول عنه شكرا قطر. اجوا هيديك اليوم القطرية، اجوا هيديك اليوم القطرية على لبنان، لعبوا ضدنا سفقونا 2-0 شكرا قطر. والمعلق تبع ال LBC طلع تمنا وقال انه يا جماعة ما في شي خطر، ما حدا يخاف، بعد في عنا جيمين وبنوصل على المونديال، الجيمين ضد برازيل وألمانيا ما في شي خطر يا جماعة. نزلت هيديك اليوم عم بحضر جيم فوتبول بين النجمة والأنصار، كان معهم حسن معتوق، لاعب اسمه حسن معتوق لبناني. ملاحظين انتو التشجيع بلبنان كيف؟ ما بتعرف اذا عم بيشجع للعيب ولا عم بيشجع لشي فروج مشوي. مشوي او محروق، العب يا معتوق. ولو وبصير يزبطها ايام على القافية، همبرجر عكوسة، العب كابتن موسى. ولو يا زلمة عنا عنا بلبنان عن جد ما بيقطع الفوتبول، وهمبرجر عالدجاج والعب موسى عالدجاج، يلا همبرجر عالدجاج. اجمل شيء وقت ربحوا البايرن تشامبيونز ليج هلا تقطعوا بالاشرفية كلها اعلن بايرن ميونخ، بتحسوا عن جد هتلر اصله من كرم الزيتون يعني. ايوه منيحه منك عم. والمعلقين المعلقين عندنا بالمنطقه العربيه يا جماعه لازم نشتغل. كنت عم بحضر ماتش بين فريقين السعوديه، اسمعوا مزبوط شو صار. بلشت عم بسمع المعلق السعودي، المعلق السعودي كيف بيعلق، وكره حلوه وسميله من سامر جبر، وسامر جبر يخش المباراه قطع، وسامر جبر يخش الجول، يخش الجول، يخش الكره، يخش الكره، حمار يا سامر جبر. بيرجع بيسفق بهدلة، حمار يا سامي الجابر حمار، لو كان الجول قريب فقط 10 امتار لكانت بالجول. في عنا كمان، في عنا كمان المعلق المصري، المعلق المصري غير، المعلق المصري مثلا وياخد شنجلة ويركلها بدماغه ووبو صبر ولا عادي يا باشا. صبر ولا عادي بيكمل مباراة هذا. بس كله هين، كله هين. ولا مثلا تكون انت بالغلط عم بتقلب تشانل يطلع لك هذا تبع تبع الجزيره، معلق الجزيره عرفتوا بيوسع. شو صار معك يا زلمه؟ كانت امي عم تسمعني قالت لي دخلك ماما كهربت صبك شيء. بس تنكون تنكون عن جد يعني تحكي ضميري، اقوى معلق هو المعلق اللبناني. المعلق اللبناني ببلش والطبي معمول حجاج بيقطع عن الاول، بيزمط عن الثاني، بيقع بالجوره. شو مفكرين بس في عنا نحن جوار هون بالمنطقه بقدما؟ عنا بلبنان في جوار بالملاعب والله. ببلاد برا اذا بتشوفوا الملاعب عن جد الجازون بيعقد تستعملوا تعملوا برونزاج. عنا بلبنان اذا بتشوفوا الملاعب بتشيلوا بقله، حمايضه، ورق عريش، خيار. والله بتعمل اذا بدكم اذا بتحط براسك بتعمل تبوله على الحارك يعني. هيديك اليوم ضيعت زين القتات لقيته تحت مجمع فؤاد شاب عم شيل شويه اعشاب. وبعدين قال انه لقوا انه مثلا ما في شيء، كل شيء مسيس بلبنان، لقوا انه بس في الفوتبول ما انه مسيس. نزلوا من فتره نزلوا كل شيء في سياسيين بلبنان لوين؟ عم يلعبوا فوتبول. حلو. قال بده يلعبون، نزلوا 8 و14 اذار ونزلوا تاقلات على بعض، كسروا بعض. اجمل شيء وليد جنبلاط، بتعرفوا ليه ما نزل وليد جنبلاط؟ ليه؟ لانه ما عرف مع اي فريق بده يلعب يعني. حلوة. جبران باسيل، جبران باسيل كان نازل، كان حاطط براسه انه بده ينزل، بس لانه قبل بليله كان كتير تعبان، لانه كان من بترون لجوني عم بيعلق ارمات شكرا باسيل، شكرا باسيل. واجمل واجمل حدا اللي هو كتير شاب من عمرنا تقريبا، الشيخ سامي جميل، طلع صرح وقال مساء الخير، خرقنيهم بيقولين بس اتبعوا سياسه دفاعيه وكان في تواجد للسلاح الايراني النووي، انه عمكم علي عمار عم بيلعب ضدنا سيفي شاورما زياده توم لا احلى لعيب يا نار.
الدكتور سمير جعجح كانوا غلطوا لعبوه على الجول فبقى فريقه خسر 15-0. بتعرفوا ليه؟ لانه كل ما حدا يشوط عليه طابق ينط يشيل زهره، ينط يشيل زهره، ينط يشيل زهره. بس اجمل حدا كان ميشيل عون، شال الجازون لانه لونه اخضر حط شجر ليمون، لعب الفريقين لبسهم اورانج صاروا يخبطوا ببعضهم، خبط الدنيا خلى البطاقة الصفراء يلغي البطاقة الحمراء، وعبر بالحكم بلش فيه وخلصني منه وخلصني من اي نوع حكمجي انت وكل حي ما حدا يزقي وخلصني ما حدا يزقي من اي نوع حكمجي وشو تاريخ وما بتوصل كعبس النار وبلش بده يصوفر وما تصوفر واجمل شيء وقت نزلوا عليه تاكل هلا اعطني مين جرب يختلني ثانك يو يا جماعه اسمي توني كيروس بنهاية ستاند اب خلينا نشوف كم مرة ضحك الفريق المساند لفريق السنافر منشوف سوا مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وبقي برصيدهم 2200 دولار زقفة كتير كبيرة لألهم هلأ صار دور فريق السنافر يردوا ويقدموا ستاند اب تبعهم منستقبل بزقفة كتير كبيرة الكوميكاز جوزيف أزرق روح يا سنفور يا ماري حبيت سنفور ومارد مساء الخير اول شيء بدي اقول لكم انا كثير مبسوط الليله بعد هالغيبه الكثير طويله عن عالم الكوميديا ارجع اوقف عن ثاني وجديد على البلاتو وكنت ضايع شوي انه عن شو معقول احكي ثانك يو ليمون كنت عم فكر عن شو معقول احكي خاصه انه بالستاند اب كوميدي معروفين المواضيع سكس سياسه ومثبت هول كلهم نفس الكاتيجوري ونسوان ايه حلو اهم شيء النسوان هلا غريب الموضوع ليش واحد بس يحكي عن النسوان بيعمل هيك ما بعرف طب اذا شي وحده بدها تطلع تعمل ستاند اب عن الرجال شو بتعمل لا بتعمل هيك لا لا انا قصدي تخينه يعني ما بتزبط انا شخصيا كنت عم بعمل هيك لاني كنت مركز كل الوقت على انطوانيت بسبلاش كلنا كنا مركزين عليها مش بس انت الحمد لله في حدا انتبه لانه بس تحت شلح ما في شيء ثاني على كل من المواضيع اللي فكرت فيها حبيت كثير احكي شوي عن موضوع المسبات بلبنان المسبه ما في حدا بالعالم بيقدر يشرح المسبه اصلا هي المسبه بحد ذاتها ما بتنفهم وخاصه يلي بيبقوا بيزعبروا بالمسبه مثلا بيبقى واحد بده ينشر عرض الثاني أصلاً كلمة ينشر عرضه ما عم بفهمها بس على كلين بده ينشر عرض الثاني بيقولوا لي يا أخو شليتي طب بشرفكم حدا يفسر لي شو يعني شليتي والليستة كتير طويلة منبلش مثلاً بشو عم تعمل هونيكو لي عكروش شو عكروش عكروش أو مثلاً لا هو إيس وإيس إنه خليها مثل ما هي خيي ليش تسين إيه وإيس احلى شيء هن اللي بيستعملوا كلمه توت بالمسبه بيصيروا مثلا لا يا زلمه توت فيك ما اقولها مثل ما هي ما كلنا فهمنا شو قصدك وشو يعني توت شو مستحي يعني مستحي مرته واقفه حده مثلا طب بقول توت احسن ما يقول جلاب مثلا تخيلوا انا مثلا بدي اعمل مشكل انزل من السياره وكون مستحي ما بدي سب قدام العالم ولا توتي فيك بتوتي أو مثلا إذا بدي أتغزل بأنطوانيت وأنا مستحي إلا مثلا أنطوانيت يقبروني توتاتك يا حياتي أنت بتحب التوت جوزيف؟ كثير تكرم عينك إلك مني أني أنت شراب التوت شغل إيدي يس ما بتعرف يمكن قالهم حسب التيسي هلا انا حاسس انت ماشي على توت 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 المهم نحن نقوا التوت ما نقوا الموز طب ما طول كثير على المسبات بلبنان لان بدنا 7 حلقات ما بنخلص في شغله انا كثير بتلفت لي نظري بس ما عم بفهم فسرها ليش المسبه بتقطع بالفيلم الامريكاني مثلا كل الليل يو فاكين ايديوت يو ماذر فاكر يو مدري شو كل الوقت بس بالعربي ممنوع تقطع
والامريكاني انا بيلفت لي نظري كيف بيبقى عم بيسب، بيبقى واقف وعايشها كونغ فو وكاراتيه. يو فاكين ديت يو فاكين توكي مي يو ماذر فاكين يو نو وات. خيروق ما بدها هالقد، نحن عنا بنوقف بنقول كلمه للواحد بننشر عرضه. ما بدها كثير تكون عايشه. والاحلى او الاحلى شو بدي بالافلام الامريكانيه، كل العالم بيحكوا عنها، الواحد يكون عم يحضر مذيعه ايطاليه هيك غير شكل، وهون كمان بيلعب دور شو اسمه تكون هذا المذيعه عم تكون المذيعه عايشتها ال تونتو سي ترانتو ال بينيتراسيون ديل اوتو، بصير انه قطعت اوتو ليها انه قطعت اوتو بالايطالي، بس اذا بدك تقولها بالعربي يا حبيبي شو بصير؟ ايه بتقوم الدنيا وما بتقعد معلم. يخبرني شو معناتها اوتو معلم؟ اوتو هلا للي ما بيعرف اوتو يعني 8 او رقم 8 قد عقلتنا. ايه اوتو بالايطالي يعني 8. بس انا بدي اعرف شغله، تخيلوا مثلا عم شوف لي شي بنت لابسه تنوره قصيره، لك قاعده علت اجرها بين 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 8 ما بتزبط، شو بدي اقول لها بين 8؟ او مثلا بتلاقي اللبنانيه بس يلقطوا كلمه سبيسيال بيبقوا لاقطين وماشيين فيها، بتلاقي العالم كلها 8 الى ربع راقدين على بيوتهم. ليش؟ بدنا نحضر نشره القطو. على كل انت ما طول كثير، في كلمه بنستعملها بلبنان كلنا بنستعملها بتحدى حدا ما بيقولها، هي كلمه انجليزيه بس اذا بدك ترجمها للعربي ما بتنفهم، واذا بدك تسبها بالعربي بتبطل تنفهم بالانجليزي، واذا بدك تسبها بالانجليزي ما لها معنى ابدا بالعربي. حدا عرف عن شو عم بحكي؟ اكيد ما فهمتوا شو قصدي. لا ولو kiss me again. انه بس يا جماعة kiss me again انه اذا بدي اخذها بحرفيتها انه بوسني بعد ما بقى لها طعمة، واذا بدك تسبها بالعربي ببطل لها طعمة بالانجليزي ورشة. بس kiss me again الحلو فيها مثلا اذا انا هلا عملت شيء عصبتها لانطوانيت اجت قالت لي kiss me again بقول لها من هالعين قبل هالعين. والاولانة نقدة والثانية ديل. يا عيب. بالنهاية بدي اشكركم لان سمعتوا لي في شغلة وحدة، بما انه عم نحكي هاللغة الغريبة عجيبة طبيعي انه بلبنان ما حدا عم يفهم مع حدا. ميرسي. اهلا يعطيك العافية. بنهاية فقرة كوميسانت خلونا نشوف كم مرة ضحكوا وشو بقي برصيد الفريق المساند لفريق الضفادع. مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، سبع مرات وبقي برصيدهم 2300 دولار. نتوقف مع بريك صغير ومن بعدها نروح تنشوف كيف ممكن ميكانيسيان يولد لك مرتك. بريك وراجعين. تخيلوا معي اذا الميكانيسيان قادر يولد مثل الطبيب النسائي، ايه في احلى منها تاخذ له سيارتك وترجع من عنده مع سيارتك وعايده سياره صغيره. خلينا نشوف سوا فادي وشربل، قصدي فادي شربل وشربل سمعان بمشهد الجراج. وعلى عين موليتي وطنع شمولايا وما بشربك ابن قطع حكوى عرايا. وعلى عين موليتي وطنع شمولايا تررم 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 تررم. ايه اذا رح يخلونا نخلص هالسيارة اليوم. الو نعم. اهلا معلم فريد. اهلا الله يسلمك. ايه السيارة خلصت انتهت. شو بدي طمنك طمن وقت. الو الو معلم فريد. راح الخط مثل العادة. يلا الله يخلصك بالسلامة يا مرتي. الله يخلصك بالسلامة. انه معقولة مرتي راحت تولد بالمستشفى وانا قاعد بالبيت؟ يا عمي طب هلا حبكت امرض انا، هلا تصير حرارتي 40 وقرب. يا عمي لازم انا اطمن عنها، ما بصير هيك ما بصير. تعوقت مرتي يا جماعة. الله يخلصك بالسلامة. الو مستشفى توليد. الله يخليك يا عمي بس طمنيني عمارتي فاتت ولدت ولا ما
ما تاخذينا الغرفه 307. شكرا. الو الغرفه 307 طمني دخل جراك مرتي فاتت ولدت الو الو لك لك شو هالتليفونات لك شو هالخط هذا يا عمي لعم شو هالبلد هذا ما في شيء ماشي بالبلد وترم ترم 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 اليوم اذا رح نخلص خير يا معلم فريد هذا يرد يا عمي الو الو ايه ما تاخذنا حبيبي كنت عم بحكي معك انا انقطع الخط ولا يهمك ولا يهمك بس طمني دخيلك طمني انتهت نعم انتهت لك شو انتهت اول شيء كانت معبيه صدى نعم صدى نعم لك يا خي كيف معبيه كيف وين معبيه صدى معبيه صدى من قله الاستعمال الظاهر ما كنت تستعملها كثير يا هي شو هالحديث هذا بس ولا يهمك زبطت لك اياها على الاصول زبطتها كمان وهلا شو صار فيها نقعت لك اياها بالبنزين نقعتها بالبنزين بالبنزين يا خي لك شو نقعت لك شو صار فيها شو صار فيها؟ صارت توجوج رجعت أحسن مما كانت روح الله يكسر دياتك يا خيي لا عيب يا أستاذ بدل ما تشكرنا عم بتسبنا لك شو يا حرام الشوم على عباس مين عباس؟ عباس الشاب اللي بيساعدنا هيدا اختصاصي حف حف؟ ايه حف وبطاقة الشمس نزل فيها حف بطاقة الشمس؟ لك ليش حطينا بالشمس؟ يا خيي بده يعينها مزبوط هلا أنت بدك شغل نظيف ولا لا؟ والله بدنا شغل نظيف منشن هيك بطاقة الشمس حتى نزل تحت منها ونزل فيها حف 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 حتى كدوا العرق يعطي ألف عافية يعطي ألف عافية بس بدك للمظبوط خدمنا فيها الزلمة لك لو خدمنا خدمنا الزلمة وحياتك خدمنا أشط لفخاضة أشط شو؟ أشط لفخاضة؟ أشط ليك هلا هو عذبوه شوي حرام كانوا سميك اضطر يحميهم على الشاليموني ويقشطهم بالمشحاف 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 لك يا خي كيف بالمشحاف يعني ما فهمت مش بس هيك من بعد ما خلص بالمشحاف عمل له وجهين ورق ازاز حتى نعمت مظبوط كمان يا خي لك هي للحقيقة ما كفيها القشط شو يا خي طول بالك يا خي قشط 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 والله شفط يا خي عمل له قشط ورجع كمان سحب الحط الآلي وسحب له الفخد على الشاسيه سحب له الفخد على الشاسيه ايه نعم هي كان فيها فتيل في فتيل ايه فيها فتيل ليش انت ما حسيتها انه كانت تردف معك تردف معك هي اوقات كنت تحس فيها ردفه بس شفت كيف هلا عباس شل الردفه عباس شل الردفه طبعا شل الردفه اكيد انت يا خيي اكيد شل الردفه وحتى يتاكد اكثر جرب لك اياها كمان جربها يا خي جربها عباس وانا اذا كلنا جربناها لا كمان يعطيكم الف عافيه بس مين عجبته اكثر شيء نعم عباس اكثر شيء عجبته قد ما عجبته قد ما عجبته قال لي لاسالك بتبيعها كيف بتبيعها طيب يا خي بتاجرها لشو بدي اجرها ليك زلمه بيدفع 20 دولار بالنهار شو عم تحكي 20 دولار بالنهار 20 دولار لحسبوها معزيه 20 دولار بس ليك ما بخبي عليك الصبي طلع عليا الصبي طلع عليا طلع عليا مش بس وعمل له دقين عمل دقين فطلب العرض فتح له وخشبها على الاخر طيب يا خي الله لا يوفقك لا انت ولا عباس ليك استاذ نعم. انت لما كنت تكبسها كانت تجعر معك تجعر يعني اوقات اطمن هلا قد ما تكبس فيها لا بتشعر لا بيطلع على صوت ولا بتدخن يا خي هي اصلا ما بتدخن لا غلطان كتير بتدخن كيف نحن لما جربناها دخنت من ورا نعم دخنت من ورا يا خي دخنت معي ودخنت مع عباس وحتى نتاكد اكثر عملنا لها سكانر كمان عملتوا لها سكانر يا خي ما انا عامل لها سكانر قبل ما ابعتها يا شو عملتوا لها سكانر مره ثانيه مجبور اعمل لها سكانر يا خي بدي اطمن على اللي جوا دخيل جرك انا اللي بدي اطمن على من بعد اللي عملتوه انا اللي بدي اطمن على اللي جوا خبرني لك شو بدي طمنك على اللي جوا في بيضة رايحه بيضة رايحه في بيضة رايحه والبيضة الثانيه البيضة الثانيه نص نص على وشك يا تعطيني انا مش بس هيك شوفي يا خي بعد في مشكله بالقضيب لا
لا لا لا لا لا لا كل شيء للعظيم، كل شيء للعظيم دخلك رايك لحمه، إذا في شيء بالعظيم لحمه دخيلك، نحن عايشين كرمال العظيم، دخيلك دخيلك يا حبيبنا. طب سؤال بس هلا هي وينها؟ يا خي من بعد ما خلصنا بالسلامة رجعت أنا شخصيا نفخت لك إياها. نفختها؟ ايه نفختها، حطيت لها 24 قدام 26 ورا. 26 قدام 24 ورا؟ يا خيي 24 قدام 26 ورا. لك يا خيي هلا شو عم شارعني هلا، اثنين زيادة من قدام اثنين زيادة من ورا، ماشي العالم بدنا نتقلى يا خيي. بس هلا وين هي؟ وين هي؟ بالجراج. بالجراج؟ شو عم تعمل بالجراج؟ معفرت لك اياها. معفرت لي اياها. هو الى كل الليل على العفريت. الله لا يوفق كل الليل على عفريت. تفضل تفضل تعال استلمها. وين حطينا؟ بالبراد؟ لا بالفرن. بالفرن؟ ليش ايه؟ بالفرن يا خي بالفرن، نحن شغلنا على الاصول، حرام سياره مثل هيدي ما تنرش بويت فرن. اي سياره؟ شو اي سياره؟ مش حضرتك معلم فريد حاطط السياره عنا لنظبط لك اياها؟ مش فريد؟ انت من شوي كنت عم تحكيني وراح الخط معلم فريد وعم زبط لك السيارة. تفضل تعال استلمها. الله لا يوفق اللي ساعد بحكيك، انا بتقول لي عم حفها وعم زبطها وبتدخن من ورا واشطها وشفطها، انا عم بحكيك عن مرتي يا حبيبي، انا عم بتصل بالمستشفى. انت وين انت؟ ما عم ترد علي. مستشفى حبيبي هون كراج. كراج؟ الله لا يوفقك، صار اللي ساعد بحكي معك وانت عم تحكيني من الكراج؟ ولو عليت لي ضغطي ولو طلعت لي حرارتي. لحظة لحظة، إذا عندك مشكلة حرارة نحن اختصاصي حرارة. كيف أنت عم روق علي وما عليك؟ لا شو بدك تعمل؟ بسحب لك صباب الحرارة ما بتعود تحمى بحياتك. الله لا يوفق، الله لا يوفق. Thank you. ميرسي ميرسي، يعطيك العافية. Thank you. خلينا نعد سوا كم مرة تضحك الفريق المساند لفريق السنافر. منشوف سوا، مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 13 مرة وبقي برصيدهم 900 دولار. زقفة لألون، أكيد زقفة كتير كبيرة لألون. شو في؟ عم بيقولوا لي نبيل وجسكار إنه رح نضطر نتوقف مع بريك لأنه في السيارة ضربت الممثلة أنطوانيت عقيقة. شو؟ شو خبري؟ عن جد عم تحكي؟ لحظات ومنرجع، بس بليز بليز ما حدا يزقف، أوكي؟ شو صار؟ ما بعرف، عم بيقولوا في السيارة مضبوطة؟ أنطوانيت مش شو؟ أنا ولا نوني؟ صار فينا نقول الحمد لله على السلامة لأنطوانيت على الحادث اللي تعرضت له بسيارتها. هي هلأ بشركة الأسورانس، خلونا نشوف سوا إذا رح يطلع لها شي منهم أو رح يتشاطروا عليها مثل ما دايما بيعملوا فينا. خلينا نشوف هالمشهد مع أنطوانيت وريمو بمشهد التأمين. ايه حياتي، ايه حياتي، عالتسعة وربع بكون عندك، انت حضري القعدة وانا جاي. ولا ما بدك ادفع لك التأمين؟ ايه على التسعة وربع اكيد. يلا باي. ما 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 ايه حبيبي، ما 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 على العشرة ونص بكون عندك. ايه انت زبط، ما بدك ادفع لك التأمين؟ ايه ايوه وردي انا. ايه اجا لعند الناس، يلا باي. يا 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 دخيلك دخيلك يا مسيو دخيلك. شو في يا دموزيل خير؟ خبريني قولي. كنت واقفة وفي واحد فات فيي من ورا، مش يعني الحق عليه؟ امبلا امبلا الحق عليه اكيد، والقانون بيجي معك. قولي لي وصار لك شيء؟ انخضيت وجيت. وشو صار معك؟ كان شوب وانا كنت سايقه. عبقت عبقت، مديت ايدي على الاير كونديشن. مدت ايدي على الاير كونديشن لقيته واقف. بس مدت ايدي وقف؟ لا هو كان واقف. هو كان واقف. انا مديت ايدي لقيته واقف. متأكد؟ كبسته. ايه بوف، فات فيي واحد من ورا.
فات فيها واحد من ورا بج بوجه الأيرباك. بوجه بج الأيرباك. نعم. وبعدين اخ 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 ياي اخ مأزية. ايه, ايه بعرف جب ياش مأزية مأزية كتير. ايه من ورا صايرة معك؟ انا ايه هديك المرة كنا قاعدين هيك لا مش صايرة معي ما بدي معي انه هيك انه على الخبرية بيقولوا لي انه ايه مأزية بتوجع شيء هيك ما بعرف شو بني ما بعرف شو بني لعية نفسي عندك اير سفريل؟ انا اللي عندي الاير سفريل انا الاير سفريل هذا اللي عندي ايه انا ما في منه بالعالم كله اه شو لك دخلك شو يعني سفريل؟ يعني ما عندك لا يا اخي ما عندي بدي اقول لي ما عندي ونص بس شو هيك فرفت فيه قدام الناس ضبوا ايه خلص معلي خليه مضبوب انا بدبر حالي ماشي الحال ايه دبري حالك وخبريني كيف صارت الحادثه معك على المزبوط كل الحق على الفالي باركينج كان عم بيعلمني عم بيساعدني لحتى اطلع عن الصف صار يقول لي اطلعي وقربي وقربي وفوتي ورجعي وقربي قد ما طلعت وفتت وقربت عبقت فقت على الاير كونديشن ضربت ايدي بوف فات في الزلمه من ورا وشو خص الفالي باركينج ما من تحت راسه لو ما عبقني وقال لي قربي وفوتي وظهري انا ما كنت فقت على الاير كونديشن وما كنت ضربت ايدي وما كان فات في الزلمه من ورا اخ طيب هو شو صار له؟ انتعش فيتاسه ياي اي هاي بدأ هاي بدأ اخ كبيرة هاي هاقته خسع شكور ربك سكوت منيح اللي ضرب من ورا في شي رد لو من قدام كنا تبهدلنا ايه اكيد الضرب من ورا بتوجع اكتر ايه اكيد انت من ورا بس هو بو من قدام على الاخر يا حرام حرام إيه. بس انتبه نحن ما منصلح له اذا كان من برا لبرا يعني اذا رايح معه الاكس هروا البيضات بلا معنى نحن ما قلنا قصة ما منصلح له حرام إيه؟ بس انتو رح تصلحوا له من برا وتصلحوا لي ليش حضرتك عاملي توريس لا بس انا مأمنة ضد الغير إيه نحن منصلح للغير بس الغير ابن الغير اللي فات فيك خلي هو يصلح لك هو رح يصلح لي لأنه هو مأمن عندكم مأمن عندنا؟ يعني أنا بدي أدفع لي؟ حطي إجريك بمي بردة عال الحمد لله على السلامة الله يسلمك بتصدق جسمي كله عم يوجعني يا حياتي مش مصدقة ارتاح وارفع جري طلوع ولك ارتاحي ولك ارتاحي المكتب مكتبك ارتاحي ميرسي مرتاحة ميرسي ولك شو مرتاحة اعتبريني مش موجود لك ارتاحي ولك علي اجريكي ولك علي اجري عم نقول لك هي الشغله بدها شويه رياحه وبدها نتفه رياضه ايه مبين عليك عم قول انا مبين عليك رياضه ايه تسلمي إيه بتعرفي نادي الحكمه انت كنت تلعب فيه وبعدي انه ايه انا كمان والله بس انا ولا مره شفتك هونيك انا بالليل ما بيكون في حدا اريح ايه اريح بكتير ايه انا من زمان بنادي الحكمه كنت شيل الومنيوم ايه اول شيء كنت شيل حديد بس حديد بيصدي بتعرفي شيل الومنيوم يا إيه وبلعب بولينج إيه؟ بليز ذكرني اياها البولينج هيدي بنستعمل فيها ايدينا او اجرينا لا هيك بنستعمل فيها بس الاصابع الاصابع ايه هي بتبقى بول هيك إيه؟ وفيها ثلاث بخويش إيه كل بخش بدك تفوتي فيه اصبع عرفتي كيف؟ هذا بفوتي هذا الاصبع والبخش النصاني بتفوتي فيه اصبعك النصاني بتضلك مفوتيه ليدق هيك لازم اوكي ايه رح فرجيكي طابي ليش مهضوم عندك العده شو لك يا حبيبي هدول الدويح حطي اصابعك النصاني ايه اصبعك ولك وفي لهم هدول اللي هيك يا ويلي شو تقيله وبدك هيدولي توقعيهم كم وحده عندك من هيدول ايه هيدولي عندي تسعه
تسعة هي اللي قد ايه لازم يكونوا؟ هني مفروض يكونوا عشرة. يا دوماج ما فينا نلعب. لا مبلا فينا؟ ما انا العاشر تركوا تركوا للحشرة. عن جد؟ ايه هلا اجى وقته. بس ما بتخلص لي الطلب لعقبك؟ ولو مش انا اللي بدي ادفع عليك. بلا ايه ماشي يلا. بعدها سبعة. مثل ما توقعنا شركة التأمين ما دفعت ولا قرش. طيب والفريق المساند بضحكاته كم قرش خسر أو بالأحرى كم 100 دولار؟ خلينا نشوف سوا. مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11 مرة وبقي معهم 1200 دولار، بينما الفريق المساند لفريق السنافر بقي برصيده 900 دولار. إذا الفائز معنا هو الفريق المساند لفريق الضفادع. ألف مبروك الربح، وراح نسلمكم تشيك كبير بقيمة هالمبلغ لتتقاسموا سوا. اوف 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 ما تفكر عامل انجاز منك قد التحدي ان كانك من قدي واستاذ بتطلع هلا بردي ولكنك من قدي واستاذ بتطلع هلا بردي ولك تجابوك بكوميكاز خبريتك سره عندي توسط لك نابل عساف وجسكار وصي مودي راسك لبوسو رجلة تعمل لي قالوا قيل وتنفخ قدام الحضور جاي عليكم شرشابيل وما يخلي فيكم سنفور جاي عليكم شرشابيل وما يخلي فيكم. فينا نفوت بريك كومي بريك؟ ايه خدي كومي أوكي. بريك. اوكي خليكم معنا لانه بعد البريك رح نستقبل ضيف فقرة كومي ستار الفنان الاصيل نقول القصة. ضيف كومي ستار لليلة حنجرة مليانة طرب وجمال، صوت هادر وشخصية مميزة بتجمع بين الجدية وخفة الظل. ضيفنا فنان مقاوم سلاحه الأغنية الراقية ورسالته لبنان. بزقفة كبيرة منستقبل الزحلة والأصيل نقول القصة. مساء الأولى كيفك؟ كيف صحة؟ ماشي الحال؟ أهلا. نقولها أنت محظوظ أو بالأحرى نحن محظوظين لأنك ضيف فقرة كوميستار لليلة. لا فعلا نقولها أنت محظوظ لأنه عادة الحوت بس يبلع الإنسان قليل يلي بضلون عايشين. مظبوط. شو؟ شو صار معك؟ هونيكي ليلى نايم هيك كان في شوية شوب ما فيها ضوء قمر ما فيها ضوء قمر بقى نايم ما بعرف شي حدا الآن يعني اتقلب شوب طلعت هيك لقيت ميرنا مرتي نايمة هيك عم تضحك اوكي بعد شوية قلت عم يبها شي عم تحلم شي بعدين بدي شو صاير وعيت قلت لها ميرنا بكي شي طلعت فيه هيك قلت لي يا الله قلت لها شو بكي قال يا الله قطعت لي الحلم قلت لها شو الحلم قال كان في حوت عم بياكلك قلت لها حلو كثير مبسوطة تحية لإلها منعرف في ناس فيجيتيريان يعني ما بياكلوا لحمة بياكلوا صح. خضرة بياكلوا صح. فواكه بس أول مرة بحياتي بسمع في ناس بتاكل ورود أنا كيف أكلت وردة؟ أكلت وردة هي معناها حلو كتير يعني وبالموقع اللي صارت حلو بتقدر يعني بهونيكي مهرجان فايت أنا من برا بياخد الميكرو وبلش يسعد مساكن يا حبايب قلبنا وصلت طلعت على المسرح وعم غني هيك في
حبايب عم بعمل حبايب وحدي اهدي قديمة مبسوطة لقعدة زر ورد وشبقته لزر الورد واجع قب نص تمي صرتي عبا قب. انا بدي غني وبدي اضحك وبدي تفل وردة. هلا انت بتستاهل وردة. ترسي ضليت على شيء عن جد شي 10 دقايق اقدر ارجع اغني مزبوط من البولان تبع الوردة ومن الجو اللي صار من ورا هالوردة الحلوة اللي معناها حلو بس نتيجتها كانت مش حلوة ابدا. نقولها خلص وقت الأسئلة ورح نشوفك مثل ما الجمهور شايفك قبل. نعم. وهو بالتمثيل الارتجالي. نعم. فتنشوف شو رح يطلع معنا. أكيد بانتظار أن تفتح الشاشة وأكيد تمثل دورك ارتجاليا. يلا. Good luck. Thank you. فوتي لا ما تفوتي عبيتي يلا فوتي شفتك مرة واحدي مرقة تحت التوتي فوتي لك فوتي فوتي على بقى. أهلا أهلا أستاذ. أهلا أهلا الله يعطيك العافية يا رب. أهلا. كيفك ماشي الحال؟ استاذ نقولة أهلا ما صدق استاذ نقولة حبيب قلبي انت عندي هون حبيب. لا ما بصدق مطربنا الحبيب الاستاذ نقولة موجود عندي بملحنتي ما بصدق. لحظة ملحمي ولا ملحني؟ ايه اثنين سوا. حلو. ملحمي قبل الظهر وبعد الظهر ملحني. محسوبك بيعمل الحان دوبل فاس يعني دوبل فاس اذا بدك. فيك تاخد مني الحان استاذ نقولة لانه انا عندي الحان يعني ما بتقدر تسمعها ولا باي مكان عندي. حلو. مثلا نهواند مفروم عندي. حلو. شقف عجمي عندي. حلو. هبرة على السيجا عندي شرحات مقسومة على البيات. حلو. إيه؟ حضرتك على اي مقام بتلحن؟ كل المقامات. أنا بلحن هون على الطاولة. حلو. بلحن على الصوفة على التخت. حلو. بلحن قدام الصوبيا تحت الطناجر أنا وعم بدبح بلحن أنا على صوت المعزة على صوت الخواري. حلو. حلو. على الماء. حلو. على المي كله هذا الماء والمي مثل الثلاثي ماء مستوى. مي كله بلحن عن جد مستوى يعني مني شي لحن استاذ. أنا معود ووفي بحب بونجور. أهلا 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 بمطربتنا حبيبة قلبنا مبسوط. ياي 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 مبسوط هيدا هو بلا استاذ نقول القصة يا حبيبي. أهلا. يا حبيبي شوي مبسوط ما توقعت التقى بزميل لألي عندك بالملحمة. زميل بعرفك على المطربة كاجو. تشرفنا كاجو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مدام كاجو. يا انا فان انا فان لالي الشرف لالي الشرف. يا سيدي جاي اعمل ايه استاذ طارق. نعم. هيدا اللحن اللي عطيتني ما عجبني. المقام ما بيسوى. ليه شو صار معي؟ مقام ما بيسوى هيدا ما حبيته. لا بعدين هيك تخت اللي عم بتلحم لي عليه عم تلحن لي عليه عم بزايزي. حلو. اللحن عم داخل هذا التخت لأنا ما فيك تهز على التخت هيدا حلسي عصيرة حضرتك بتلحن لها على أي تخت؟ لا هي ما بيفرق معها حيلا تخت على الأرض على الصوفة. لحظة على السجادة كله بيمشي حبيب حالة. حبيب قلبي استاذ أنا بقصد على أي تخت الغربي ولا الشرقي؟ أوه. لا الغربي لا الغربي ما بيطلع طبعا ما بيطلع غربي. لا الشرقي بيطلع منه. الشرقي بيطلع منه الغربي ولا غربي. حلو حلو ولا غربي بالغربي. واضح ليك أنا خبرة ها. واضح ممكن هون مش كتير معروف بس عندي فانز كتير. أنا بضل مسافرة بضل طالعة نازلة يعني بدك تقول إجر بالقاهرة واجر باربي. نيال قاعدين بلبنان قاعدين بالنص يعني بين القاهره واربين بلبنان تعالوا دايما بينبسطوا وبزحلي كمان. اهم شيء بزحلي طبعا طبعا. سؤالي انت ما بتاخذ الحان مجلده؟ انا عندي ليك وراك مثلا عندي. نعم. كله مستورد وكله مجلد تركي. نعم. برازيلي كذا ما بتحب شيء لحن هيك؟ انا لا الحان هيك انا بحب الحان طازه جديده لانه بتعرف اللحن الطازه بيستقدم الجمهور اكثر. وخفيف على السمع وعلى البين. على الالحان ايه ليك بس هيدا جديد ما كان جمعة الماضي. ايه صح هيدا جديد هيدا لحن جديد اذا بتحبي بعطيكي منه. لا ليك انا كنت قبل كله لايت هلا بدي فات. ايه بدي رك على الفات خلص. اصلا اللي عشكلك مدام اكيد البركه فيكي يعني ما في لحن غير على الفات. على الفات. نعم نعم حلوه هيدا حبي
انت حبيتي فاتي ايه؟ مطلع غنية طبعا بدك لحنة؟ ايه لحظة 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 من فضلك ممكن تنقي غيرها لانه اصلا استعملت واستهلكت مع ام كلثوم فات؟ نعم مين ام كلثوم؟ مين ام كلثوم؟ ام كلثوم السيدة ام كلثوم نعم مين المفروض يعني؟ اعرفها يعني مطربة هي مبتدئة عم بتبلش تفكر تغني بس مش عم تلاقي مطرح يعني بيناتكم لحتى تقدر تخش الله يرزق ما عليه كل واحد بياكل رزقته ايه بس هي مبيني ما بعرف قديش فيها تأثر لحتى تقدر تقلع معك يعني ما انا هلا انا معي انا حالي خاصة مش مقصرة مش مقصرة دخلك مدام ليس اسمك كاجو كاجو نعم. انا كاجو لانه جينا لنقي اسم نعم. انا والاستاذ نعم لحن الكبير ما كنا نلاقي يا زلمه كل ما نحط اسم عيننا على اسم ياخذوه اخر شيء انا استحليت اسم كريكري. حلو حلو خلينا مع عمصه ما بقي لي الا كاجو وقضام صفرة هي الكاجو طيبه وغاليه بس مشكلتها انها عوجة لا بس لا انا معي ما في شيء بطلعوش ابدا كله بيجلس مادموزيل كاجو بتحبي الهبره حضر لك اياها ايه بتحضر لي الهبره نعم. وبتاخذها معك وبتروح خلص عندي انا رح احضر لك هبرتي والحقك فيها على البيت يلا انا حلو. ناطر يلا موفقه طب خبرونا عن النتيجه حبيبه الغزاله طيب تسلمي لي موفقه الله معك موفقه شكرا استاذ الاولى بشرفها هلا راحت شكرا. شو رايك انا وياها نعمل دويتو حلو ايه يعني انا عم فكر اغني انا وياها شو بتقول انت انت بدك تغني طبعا بدي اعمل مطرب مش مغني اذا بتريد بتهني انا مطرب بدي اعمل مطرب بدي اقلب هذا المحل شو بدي يصير هون يا استاذنا الكريم ملحمه وملحنه ومطرب ايه طبعا فرد ضربه ايه انا بدي برافو عليك انا بدي صير مطرب بفرد ضربه كل العالم تسمع صوتي فرد ضربه بفرد ضربه دخلك ما تفرجت على الديكور هيدا شو هيدا السلم الموسيقي استاذ ايه انا هيدا اللي بلحم عليه نعم كم درجه دور واحد في سبعة على ما بس انت يعني المطلوب انه بدك تغني وتصير مطرب ايه و بضربة وحدة بفرد ضرب مطرب بدي بضربة وحدة استاذ كل الناس تسمع صوتي خليك هيك انت انتبه هيك تطلع الشباب طيبين حلو بفرد ضربة رح تسمع صوتك عمال معروف بفرد ضربة رح تسمع صوتك يلا بنهاية هالحلقة بشكر كل الكوميكاز اللي شاركوا معنا الليلة أنطوانات عقيقي فادي شربل ريمو صليبا بشكر الكوميكاز المخرج والكاتب شربل سمعان جوزيف أزرق توني كيروز بشكر كمان الفريقين المسندين وألف مبروك للي ربحوا وأكيد تحية كبيرة لضيف كوميكاز الليلة الأولى القصة نختم حلقتنا مع أغنية ما تغير وما تنسوا الموعد الثابت لضحك من القلب مع البرنامج المميز كوميكاز كل تنين الساعة 9:30 باي باي بعدك حبيبي ما تغير وشو ما قلت انت حبيبي شو ما قلت ما تغير بعدك حبيبي ما تغير وشو ما قلت انت حبيبي شو ما قلت مرتاح تعبان فرحان زعلان انت حبيبي حبيبي كيف ما كنت مرتاح تعبان فرحان زعلان
انت حبيبي حبيبي كيف ما كنت. كم مرة حبيبي كم مرة بتقلي هاي اخر مرة رح تنسى حبي بالمرة وبعد ندمت ورجعت. كم مرة حبيبي كم مرة بتقلي هاي اخر مرة رح تنسى حبي بالمرة بعد ندمت ورجعت. تحمل منك قاسي شو تحمل وشو ما عملت غالي علي شو ما عملت. ايام وشهور وسنين بتدور يا ما ليالي نسيني وانا ما زعلت. ايام وشهور سنين بتدور يا ما ليالي نسيني وانا ما زعلت. كم مرة حبيبي كم مرة بتقلي هاي اخر مرة رح تنسى حبي بالمرة وبعد ندمت ورجعت. كم مرة حبيبي كم مرة بتقلي هاي آخر مرة رح تنسى حبي بالمرة وبعد ندمت ورجعت. ما تغير بعدك حبيبي ما تغير وشو ما قلت انت حبيبي شو ما قلت. كم مرة حبيبي كم مرة بتقلي هاي آخر مرة رح تنسى حبي بالمرة وبعد ندمت ورجعت. كم مرة حبيبي كم مرة بتقلي هاي